حط اسم الاهلي في اي حته بس. مظبوط صحيح. خلاص بعد كده نستفاد من كل حاجه حلوه. كابتن علاء، مستر فايلر قدر انه يبدع مع الفريق في الدور الاول لبطوله الدوري، وبيبتعد كثيرا عن اقرب منافسيه، فرق كبير من النقاط، وقدر انه يحقق نتائج ممتازه بدوري الابطال. ايه تقييمك لمسيره مستر فايلر مع النادي الاهلي حتى الان؟ طبعا لحد الان مسيره ممتازه جدا. هو في ميزه كويسه، مستر فايلر اول ما جه او قبل ما يجي هو عارف هو جاي فين. اهم حاجه اما لما تيجي رايح مكان تعرف المكان انت رايحه، فهو عارف خلاص، دارس وعارف تاريخ النادي الاهلي، فهو عارف راح فين. هو راح عند نادي ما بيبصش على المركز الثاني، هو بقى على المركز الاول بس. احنا بالنسبه لنا وتربينا على كده واحنا صغيرين وكلنا مرينا بالمراحل دي، انك المركز الثاني عندك انت خسران. صحيح. انت المركز ده مش موجود في القاموس بتاعك بتاتا. انا دايما بلعب على المركز الاول، عشان كده حتى ناس لما تكلمك تقول لك هو ليه لعيبه النادي الاهلي عايزه دايما تكسب؟ عشان انت اتربيت على كده. ما انت اللي بتتربى عليه انت بتكبر عليه. دي فلسفه. مظبوط بالظبط. فانت انت متربي وانت مش في مدرسه الكوره انك بتروح ماتش انت عايز تكسب. مظبوط. ممكن لو بتخسر بتبقى هتتجنن. صح. فهي دي الفلسفه اللي النادي الاهلي ككيان مبني عليها، انك دايما بتلعب على المركز الاول، دايما عايز تبقى نمره واحد في كل حاجه. يعني القناه النهارده، معلش مع احترامي كل القنوات الموجوده، لا انا اللي شفت النهارده الفرق كبير جدا، مش في مصر بس، لا في كل حته بصراحه. اللي شفت في قناه الاهلي النهارده لا الموضوع مختلف تماما. فهي دي الميزه، هو الراجل عارف راح فين، وهو وصف امكانياته وعارف ان هلاقي امكانيات بشريه، امكانيات ماديه، وكميه جماهير تشيله يعني ترفعه السما. مظبوط. مع ان كان في ناس كتير جدا قلقانه ان هو في الاول خالص. بالظبط. ان هو لسه اولا صغير في السن. صح. تجربته مش كبيره قوي في افريقيا عامه. مظبوط. لكن هو الراجل هو خدها مجازفه، بس في اوقات ايام من المجازفه بتبقى مجازفه محسوبه ومش عيب ان نعملها، يعني نسبه النجاح فيها تبقى عاليه. مظبوط. يعني لما جازف مع فريق بقيمه النادي الاهلي، لا طبعا انا عارف انا رايح فين. صحيح. ما فيهاش مجازفه، لا بالعكس، انا رايح مكان هيرفعني على فكره. انا دايما اسمه هيكبر مع انا دايما الاهلي. بقولها كلمه مع احترامي كل الدنيا وكل اللعيبه وكل المدربين، اللي بيخش النادي الاهلي شرف ليه هو، مش العكس. الموضوع صح. بالنسبه لي مقفول تماما. تخش النادي ده حاجه تضاف له هو، النادي الاهلي مش هتضيف له حاجه. مزبوط. كلنا كده يعني تحت مظله ان احنا تحت النادي الاهلي. صح. بس فكل الناس كلها بتبقى في النادي الاهلي ده شرف ليها. فهو راح واكيد عرف، واللي راح اتكلم معاه